السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل معاكم نجرسكو. وحشتوني الاول. هعمل معاكم النهارده صينيه مكرونه نجرسكو بصدور الفراخ او الطريقه الايطاليه. يلا بينا. امبارح عملت فيديو، كنت بره قاعدين على البحر شويه، عملت الفيديو ونسيت اصور نفسي، يعني كل الكاميرا كانت خلفيه ما كانتش اماميه، فمعذره يعني مش مقصود. معانا بقى خدها طاسه حلوه كده ونحط، نعمل بقى صدور الفراخ. حوالي كده معلقتين زيت، ننزل الفراخ بتاعتنا مغسولة طبعا متقطعة، معانا بقى التوابل، بوست التيم طبعا هي المفروض ما تتحطش بس انا حبيت احط حبة صغيرين يعني، وثمان بهارات. انا المفروض يبقوا سبع بهارات بس الراجل بعت لي ثمان بهارات، بابريكا وفلفل اسود، نحطهم. رشة ملح رشة بسيطة كده. بكرة أول شعبان كل سنة وأنتم طيبين. النهارده بقى اخر واحد ياخد بالك اللي كانوا كده عايزين، ويبقى عليك الايام كده يا رب، وبلغنا رمضان يا رب. هي طبعا مش هتاخد حاجه يعني، هي اول ما تشيل كده ولونها يتغير بنشوف. كده بتلف كده بتشتغل من غير ما يكبر. هاي نشوفها كده، وهنحط البصل معانا، بصلايه صغيره جوانح مقطعنا جوانح هنحطها. معلقة زيت صغيرة، نحط البصل ونضيف معانا اربع فصوص ثوم، اربع فصوص ثوم مفرومين نضيفهم، نشيل ريحه الثوم يا جماعه. نحط بقى معانا فلفل الوان وحوالي فنجان مشروم وفلفل الوان ننزل بيهم
ونغسلها كده. حط شعرة ملح كده صغيرة. شعرة فلفل صغيرة. لما يقفل بقى نحط قطع الفراخ بتاعتنا. بصوا بقى ما اقولكوش على الريحه، لا ما اقولكوش على الريحه ولا الريحه. يبقى احنا كده معانا صدور فراخ متقطعه، معانا فلفل الوان، اللي عنده فلفل الوان بتاعتي في الاخضر عادي مفيش مشكله، وبصلايه شرايح، واربع فصوص مفرومين، ودي الحشوه بتاعتنا. عليهم كمان حوالي معلقتين كبار زيتون مقطع اخضر او اسود على حسب رغبتك او اللي موجود عندك. الحاجات دي مش شرط ان انت تحطيها كلها، مش شرط تبقى كامله متكامله يعني. ممكن ما عندكيش مشروم مش مشكله ما تحطيش مشروم، ما عندكيش فلفل الوان مش مشكله ما تحطيش فلفل الوان، حطي فلفل الارض. نشيل بقى من على النار ونحط بقى الزيتون. الزيتون بتاعنا ونقلب. احنا كده بقى جهزنا الحشوه بتاعتنا معانا. يبقى فاضل ايه؟ فاضل نعمل البشاميل. فاضل نعمل البشاميل معانا حله كده معانا. انا جايبه مكرونه، كيس مكرونه اللي هو 400 جرام. هنعمل ايه بقى؟ اربع معالق زبده سمنه او زبده الموجود عندك، ممكن تحطي معلقه زيت لو عايز. عموما هنشوف لو احتاجنا هنحط كده بقى الدقيق بتاعنا، اربع معالق دقيق. خليني اعمل المعلقه الكبيره دي احسن. اتفضل. وهنحتاج معلقه الزيت اللي قلنا عليها. نمشي بقى النار عشان ما تتلسعش مننا. انا عايزه دقيق يبقى سايل كده، سايل كده اهو. هنقل العين الثانيه دي عشان نشوف يعني المكان الضيق ده صعب جدا. بسم الله. هنقل حاجه هنا عشان تشوف الله يربطكم كده بيا. هنحط مكعب بتاع فريد، ممكن برضه تستغني عنه. انا عموما بحب احط شوربه مع اللبن، يعني ده البشاميل بتاعي بحب احط شوربه مع اللبن، شوربه او مكعب. انا كنت النهارده بحط الاثنين. نحط بقى الشوربه، نحط الشوربه شويه شويه كده. بسم الله. نضيف لبن. احنا معانا هنا كيلو لبن على الاربع معالق دقيق. ناخد كده حبه حبه من الدقيق. لحد السك اللي انا عايزاه. احنا عايزينها مش سايله ولا جامده، عايزينها وسط. شويه ملح، وما ننساش ان احنا حاطين مكعب يعني عشان الدنيا ما تحدقش مننا من غير ما نقصد.
انا المفروض احطه في العلبه بتاعته، انا لسه جايبها ملحقتش احطه. ما احطش كتير عشان يدوب بقى، يقول لي حراق يدوب كده الحط، يدوب كده الحط يدوب نشوف. بسم الله والله مظبوط ما شاء الله مظبوط، بس عايز شعرة ملح بسيطة. طبعا انا عندي حوالي كوباية كبيرة كريمة ايه ده، وش اللبن ومعايا حتة جبنة نستو برضو احطها هنا، بتدي برضو تيست حلو. على ما هي تغلي بقى اكون ولعت البوتاجاز، ولع الفرن على البشاميل بتاعنا يجهز. هنحط كده بسم الله مظبوط ما شاء الله مظبوط. شايفين الالوان اللي معاها؟ شايفين الالوان بتاعها؟ انا بحب الالوان. ايه حاجه صحيه ولا انا متوتره ولا ايه بالظبط؟ اللي لما تعمل بابل كده تبقبق كده يبقى كده خلاص استوت معايا. عملت البابل اهي شايفين، مش عارفه هي باينه ولا لا، اهي البابل بتاعتها طلعت اهي بقبق اهي اهي سامعين كده خلاص. اطفي النار واحط الكريمه بتاعتي. شوفوا بقى كده معايا، روحي تستعمليه وهو مبلول لازم تنشفيه من الخارج واحيانا برضه من الداخل. خلاص كده بسم الله هناخد البشاميل بتاعنا كده. زوجي مالوش دعوة انا بعمل فيديو ولا مش بعمل فيديو، هو مش عارف ان انا بعمل فيديو. طبعا لما نسلق المكرونه طبعا كلنا عارفين ان المكرونه بتتسلق ازاي، انا كنت سلقتها وطبعا احنا مش بنسلقها قوي يعني ما نخلوهاش مهريه. انا اسفه يا جماعه والله ما اعرفش ان انا بعمل فيديو. كمان بشاميل كده عليه. نحط بقى العشوة الجميلة بتاعتنا دي. بسم الله
جايبه يعني انا جايبه 400 جرام مكرونه، هجيب اقلب كده ايه. ف ايه رايك في الالوان؟ ايه الحلاوه دي؟ لا ولسه ما تدوق. استنى بقى عشان تقول للمتابعين بتوعنا بقى الطعم ايه بعد ما نخلص. لسه لا يا بابا هقول لك انا قبلها. معلش انا يوم الفيديو ده انا بجوعك، معلش. تجهيزاته بتبقى كتير. عموما هو انا هحطه 10 دقايق في على الشبكه، 10 دقايق على الشبكه، وبعد 10 دقايق هبقى مولعه الفرن من تحت. انا مولعه الفرن اللي بسخنه فعلا، وبعد 10 دقايق اطفي، بعد 10 دقايق اطفي واولع الشوايه. هتاخد كام دقيقه كده لما تحمر الوش والجبنه وكده، ويعني مش هتاخد وقت ان شاء الله، مش هتاخد وقت. هي التجهيزات بتاعتها انت لو عندك عزومه بقى تجهزي من قبلها، يعني جهزي حاجتها، حاجتها ممكن تجهزيها ان شاء الله قبلها بيوم، مفيش مشكله. ده مش بخل يا جماعه والله، بس يعني هو في لبن وحرام لما ارمي الحاجات دي في الحوض. وبعدين هي على ما اشيلها واديها الحوض هتكون اتدلقت. وخلينا في السليم كده اضمن. بس والله الناس يقول لك اشتري بشاميل، لا انا اعمله، انشاه انا اعمله، سهل جدا زي ما وريتكم كده الطريقه بتاعتي دي. وبحب قوي الشوربه، بتديكي في حته ثانيه الشوربه، شويه شوربه او مكعب بتديكي طعم وتست ثاني خالص. يعني انا بالشوربه ممكن استغنى عن المكعب، يعني المكعب مش دايما بجيب مكعبات واحط مكعبات يعني، بس اللي عايز، في ناس بتحب، واللي ما بيحبش مش مشكله، مش هيقول لا. هتبقى جميله برده، شويه شوربه هتخلي لك الدنيا مظبطه. عملنا مواعين كتير، يبقى احلى طاجن نجريسكو، احلى طاجن نجريسكو. والله يا جماعه انا النهارده كنت تعبانه مجهده كده، وقلت اقوم بقى اعمل فيديو اضيع، يعني اعمل فيديو معاكم. كليتي بتوجعني، ما بشربش ميه كتير، انا عارفه ان ده غلط، بس هو كده كل سنه في التوقيت ده كليتي بتتعب. بيجيلي باولينا على فكره، بيجيلي باولينا. يعني انا اعمل ايه؟ اجيب اعلى من كده حرف الميه. ونحط بقى الجبنه بتاعتنا، الجبنه بتاعتنا، نحط الجبنه، نرش الجبنه، حطي حطي جبنه، ما تستخسريش. ممكن تحطي جبنه شيدر مع جبنه موزاريلا، وممكن تحطي جبنه رومي على حسب انت عايزه ايه. وانت لو حطيتي جبنه بس كده، حطي مثلا هي بتبقى من غير ملح، حطي عليها شويه ملح بسيطه يعني. نشيلها بيلا بيلا وندخلها الفرن. امسح الحروق دي عشان بتتحرق، بيبقى الموضوع مش حلو. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطيناها في الفرن، نرجع لكم بعد 10 دقائق يا حبايبي. دلوقتي ده النجرسكو بتاعنا هو في الفرن، ولسه ما فتحتش الشوايه، يعني لسه هو احمر خلاص كده، واللون بتاعه تحفه اهو. مش محتاج ان انا افتح الشوايه، هو زي ما قلنا هو المفروض 10 دقائق واطفي تحت واولع الشوايه فوق، لان بقى له ربع ساعه وانا ما فتحتش الشوايه ومش هفتح الشوايه. وكده انا هطفي كمان كده، طفيت. واشوفكم بقى، اشوفكم بقى لما طلعناها. طب ما طلعناها من الفرن، ايه رايكم بقى في اللون التحفه ده؟ طبعا ده لون الجبنه، هي طبعا سخنه لسه مولعه، استنى لما تهدى كده. طبعا هي لسه بتلز بتلز بتلز، لو عايزينها تبقى خرط بقى بعد ما تبرد هتبقى خرط. بس طبعا دلوقتي الباشمهندس بقى مش هيصبر، يعني هو عايز ياكل، هضطر ان انا اقطعها له واوريكم لما تتقطع. بصوا انا قطعت كده لقيتها لسه سايحه، هي عايزه تبرد شويه، عايزه تهدى شويه، بس هو مين اللي هيسيبني اخليها تهدى؟ انا هحط معاكم كده، يا رب يا رب. بسم الله. بصوا دي بلاستيك، ايوه سايحه سايحه، قلت لكم هتبقى سايحه. انا هقطعها يعني هسيبها، انا هديله هو دلوقتي، وهبقى ارجع لكم تاني اوريكم لما تهدى شويه هيبقى شكلها ايه. بس مش قادره اقول لكم يا جماعه، والله العظيم على الريحه، مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم على الريحه تحفه. يعني انا سايحه اهي، بس مضطره اروح اديها له
وارجع لكم، هرجع لكم تاني واغرف لكم لما تهدى شويه، واشوفكم على خير، هرجع لكم تاني. حبايبي انا استنيت لما هديت شويه، بس طبعا نص صينيه اتنسفت يعني، وهي سايحه كده كانت خطيره برضو على فكره. اللي هيحب ياكلها سايحه ياكلها سخنه قوي، اللي عايز ياكلها خرط يستنى لما تهدى شويه. قطعنا معاكم خرطه اهوت، نشوف بقى هتبقى شكلها ايه. بسم الله بسم الله يا رب تطلع سليمه. بسم الله اهي اهي يا رب تكون باينه. طلعت الخرطه بخرطتها اهي زي ما احنا شايفين، بس هي لسه سخنه، بس يا دوب هديت، بس كان طعمها خطيره. الخطيره دي انا اسميها الخطيره، تحفه جدا تحفه جدا يا بنات. اعتمدوها واعملوها، وزي ما قلت لكم بالظبط اعملهم زي ما انا قلت لكم، هتلاقوا طعم خطير خطير. وبس ما تظبطوش عليها كتير عشان ما تطحنوش يعني، مره كده كل فين وفين يعني. بالهنا والشفا يا حبايبي، واشوفكم على خير، واقول لكم باي باي مع الف الف سلامه. اشوفكم على خير، اقول لكم مع الف الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين. بكره شعبان، كل سنه وانتم طيبين، وتقبل الله منكم يا رب صالح الاعمال. نبتدي بقى الصيام بقى، نصوم بقى وكده، عشان تعرفين ان شهر شعبان بترفع فيه الاعمال بتاعه رمضان اللي فات والسنه كلها. فنحب اعمالنا ترفع واحنا صايمين واحنا قريبين من ربنا ونتقرب الى الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، واقول لكم اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله مع الف سلامه. ولو كنت نسيت اي حاجه هكتبها لكم في صندوق الوصف، بس انا ما نسيتش، انا قلت لكم كل حاجه بامانه، بس هكتب لكم برده كل حاجه في صندوق الوصف. ان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ومع الف سلامه، باي باي، مع السلامه.